تناول الطعام أصبح تجربة فريدة وفي بعض الأحيان مخيفة، تقرير إرسل دكاش. ما في حدود أبداً للغرائب والعجائب بهالعالم، ويبدو أنه تناول الطعام يلي مفروض أنه يكون عملية سهلة عم بصير بطريقة غريبة عجيبة بعدد من المطاعم بمختلف البلدان. مقهى الكوارث بإسبانيا بقدم لرواده تجربة مميزة، إذ أنهم بيتناولوا الطعام على وقع زلزال قوته 7.8 درجات، ومع أنه الأمر غريب ومريب إلا أنه عم بيشهد إقبال كبير، والحجز فيه عم بيكون قبل بشهر على الأقل. مطعم المرحاض بتايبي، هالمكان كل شي فيه بدل على المراحيض، من الكراسي والطاولات وحتى الأكل بيتقدم بأطباق مرتبطة بفكرة المرحاض. مطعم أكلي لحوم البشر باليابان، هالمطعم بيقدم السوشي والساشيمي داخل طبق كبير على شكل جسم امرأة، وبيصير كل ما يتاخد جزء منه بيطلع سائل وكأنه دم من جسم كائن حي. المطعم المظلم ببيجينغ، المكان كله غرقان بظلمة شديدة، والناس بيتناولوا الأكل من دون حاسة البصر. استعمل الهواتف والساعات يلي بتضوي ممنوع فيه أبدا، والاتكال فقط على حاسة الشم بالأكل. أما بالمالديف فيوجد مطعم تحت المياه بخمس أمتار بيتسع ل 14 شخص بس، وعنده رؤية مميزة بما أنه سقفه شفاف وكل الأسماك موجودة إلى جانب الزبائن. بننهي مع مطعم الجليد بدبي، كل شيء تقريبا بهالمطعم مصنوع من الجليد، حتى الكراسي والأطباق والأكواب، ودرجة الحرارة منخفضة كتير، يعني اللباس الشتوي ضروري جداً.